الحقيقة ماما دي جاية علينا. فين؟ هناك هناك هي. بنت أختي حبيبتي. ازيك يا خالتي؟ أنا زعلانة منك. ليه؟ كل السنين دي ما تسأليش على خالتك يا مسلم. أبعت لك طفطف لحد عندك علشان يعزمك تيجي عندنا وما تجيش. معلش. ما أنا قلت له كل شيء بمعنى. حصل وأنا بلغه. ولا يهمك يا حبيبتي ملحوقة. ازيك يا مسك؟ وحشتيني. اسم الله كبرتي وحلويتي. الدنيا مرمطتني والله يا خالتي. مش محتاجة أقول لك ما أنتِ عارفة. آه سهو. ربنا عوضك. مش كل حاجة بتتعوض للأسف. ازيك يا أنكل فؤاد؟ أهلا. عاملة إيه يا مسك؟ الحمد لله زي ما انت شايف. على فكرة أنا مش جاية أسلم عليهم، أنا جاية أسلم عليك أنت بالذات. أنا؟ طبعا كان لازم أشكرك على كل اللي عملته معايا. بس أنا ما عملتش حاجة، أنا ما عملتش غير الواجب. مصدقك وعارفة إن كان من قبل. احتراما لذكرى بابا الله يرحمه. وما كنتش مستني قصاد المقابل. عمري ما نسيت. عمري ما هنسى. مدام مسك. أنا إذن حضرتك. اتفضلي يا بنتي. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.